مرحبا بكم متابعي قناتنا الأعزاء. تعد عشبة الشيح نبات سهلي ذو رائحة طيبة ونفاذة، وتتجاوز فترة حياة هذه العشبة 4 سنوات، كما أن طولها يبلغ 60 سنتيمترا، وتتميز بأوراقها المركبة وأزهارها ذات الرؤوس الصفراء، كما يتم زراعتها في أمريكا اللاتينية وفي شمال إفريقيا وأستراليا وآسيا أيضا. وتمتاز بالعديد من الفوائد الصحية لاحتوائها على عدد كبير من المواد والمركبات الفعالة. تعرف معنا في هذا الفيديو على أهم فوائد الشيح الصحية ومميزاته العلاجية المختلفة. يستخدم الشيح منذ قديم الزمان في حل العديد من المشكلات التي تواجه الجهاز الهضمي. يحتوي على مركب خاص يعرف باسم سينيول، وهذه المادة فعالة في التخلص من الطفيليات التي تسبب المرض للإنسان مثل الديدان التي تصيب الجهاز الهضمي. يستخدم في علاج عسر الهضم وتخليص الجسم من الشعور بالانتفاخ. يساعد في تعزيز إنتاج العصارات الصفراوية، ومهم لصحة الكبد والمرارة. تحييد الأحماض الزائدة في المعدة مما يقي من مشكلة الحموضة والقرحة. يساعد في التخفيف من أعراض القولون العصبي. يستخدم كعلاج فعال للتخلص من فرط النمو البكتيري في الأمعاء الدقيقة. يحتوي الشيح على مجموعة من الخصائص المساعدة في تحفيز الطمث وتنظيمه، وبالتالي يستخدم كعلاج للحيض غير المنتظم، كما يساعد أيضا في زيادة الرغبة الجنسية. يعمل زيت الشيح على تخفيف اضطرابات النوم والأرق والتعب والآلام العصبية ونوبات الصرع والاكتئاب العميق، لذلك يمكن اللجوء إلى استخدامه لأنه يحتوي على مادة مخدرة تتكون من الكيتونات والألفا والبيتاتوجون، والتي تساعد في تهدئة الأعصاب ومنح العضلات الاسترخاء. للشيح فوائد عديدة في علاج الالتهابات التي تحدث بسبب العدوى البكتيرية والفيروسية أو نتيجة المواد التي تنقل الجراثيم. من جهة أخرى، قد أثبت أن نبات الشيح له فعالية كبيرة في الطب البديل كعلاج للملاريا والأمراض التي تنتقل للجسم عن طريق البعوض. توجد العديد من الفوائد الصحية للشيح على البشرة بشكل خاص، حيث أنه يساعد في علاج العديد من الأمراض الجلدية التي تصيبنا كمرض الصدفية وحب الشباب والتقرحات الجلدية، ويعالج بشكل كبير مرض الثعلبة، وذلك من خلال حرق أوراقه ومزج الرماد مع زيت الزيتون، ومن ثم تدهن به المناطق المصابة. يحتوي منقوع وزيت الشيح على مادة سائلة زيتية تحتوي على مادة القطران، والتي تساهم بدورها في حل مشكلة التساقط وجفاف الشعر خاصة عند النساء، لكن يجب استعماله بانتظام على بصيلات الشعر ليعطي النتائج بشكل فعال وقوي. بعد التعرف على فوائد الشيح الصحية، نقدم لك مجموعة من المحاذر عند استخدام الشيح. يجب أن لا يحاذ لفترة زمنية طويلة أكثر من 4 أسابيع، لأنه يسبب الغثيان والأرق. يجب عدم تناول الشيح من قبل مرضى قرحة المعدة، لأنه يحتوي على بعض الخصائص العصبية التي تؤدي إلى تزايد الأعراض هذه الحالة، قد يسبب الإضرار بصحة السيدات الحوامل، فقد يؤدي تناول الشيح في بعض الأحيان إلى الإجهاض. يجعل مذاق الحليب مرا، لذلك يجب على السيدات المرضعات الابتعاد عن تناوله نهائيا خلال فترة الرضاعة. قد يواجه بعض الأشخاص رد فعل تحسسي تجاه عشبة الشيح. يجب الانتباه من قبل الأشخاص الذين يعانون من أمراض في الكلى، فقد يزيد الوضع سوءاً.